اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف نادي الزمالك بموعد مباراتي الكتل تشادي في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، بعد ما طلب الزمالك تعديل كده موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته في بطولة كاس لوسيال امام الهلال السعودي في قطر. وحدد الاتحاد الافريقي يوم 18 من الشهر الجاري موعد مباراة الذهاب بين الزمالك والكتل تشادي في الكاميرون، على ان تقام مباراة العودة يوم 25 في مصر.